مع الأسف جميع حسابات فري فاير تبندت، والسبب كان مش ما تشوفوا تبند حسابي أسبوع كامل وبعدها راح ينفك البند. سبب البند هو لعبنا بفري فاير من غير تبع الشركة واللي هي فري فاير تبع X82، يعني ذوك النسخ كلهم عليهم بند حاليا. لهيك لا تدخلوا تلعبوا اللعبة إذا كانت عندكم نسخة من غير نسخة البلاي ستار. مش ما تشوفوا هون قالوا لنا only download free fire from official channel، يعني لازم تحملوا فري فاير من الموقع الرسمي فقط، وقال لك بانه تقدر تلعب عادي بحسابك بعد ما يروح البند، يعني بعد ما ينتهي هذا الوقت اللي عم تشوفوه امامكم في الشاشه. على كل، اذا كملت لعبت بالفري فاير تبع نسخه X82 ولا امازون ولا اي نسخه اخرى من غير بلاي ستور، بعد ما ينفك البند راح يتبند حسابك للابد. لهيك قررت اني راح افتح حساب من الصفر ونشوف كم راح نوصل الليفل والرانك وسكنات كمان في الحساب. خلونا نفتح حساب مثل ما بتشوفوا امامكم هون، ما راح نقدر نلعب برانكد ولا كلاس سكواد، يعني حتى نوصل ليفل 8. مثل ما بتشوفوا هذا هو حسابنا الجديد اللي راح نلعب به اللعبه لمده اسبوع كامل مع الاسف. راح نشوف كم راح نوصل الليفل باسبوع كامل لعب بالحساب هذا. ولكن قبل كل شيء، اذا مو مشترك في القناه انزل لتحت واشترك واضغط زر لايك حتى نلتقي في الفيديوهات القادمه. وايضا لا تنسوا تابعوني على الانستغرام، راح نعمل كثير مسابقات على حسابات وجواهر واكواد في الايام القادمه. اوكي، اول مره بنلعب في التحديث يا ابني، ان شاء الله ما يكونش الايم خراب في بوتات. بس Triple kill. Quadra kill. Unstoppable. Rampage. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Killing spree. للأسف ما نقدر نلعب شباب رانكد لأن الحساب بما شفتوا يعني حساب جديد فتحنا. راح نكمل نلعب هيك مع الموتات مع الأسف حتى نوصل ليفل 8 واللي نقدر نلعب به. الناس اللي ما تعرف ليش كنا نلعب بذيك النسخة تبع X82 ولا أمازون ما فيها اي لاج، شفتوا هذا اللاج اللي قاعد يصير حاليا، يعني دروب اف بي اس من 140 هذا اللاج ما يصير ابدا في النسخه ذيك، فهمتوا كيف؟ يعني النسخه معدله. لهيك قاموا بحظر حسابات فري فاير اللي تلعب بالنسخه ذيك حتى يخليوا الناس تلعب بالنسخه تبع بلاي ستار، فهمتوا؟ يعني ما يجيب لهم فلوس لما يلعبون النسخه من غير بلاي ستار. اخي نسخة معدلة قاموا بتعديلها للناس ما فيها اللايك، والنسخة تبع اللي صممتها فري فاير فيها اللايك. تخيل معي يمكن اليوم ولا بكره تنزل نسخة تبع امازون ولا X82 وراح احطها لكم في الانستغرام. لا تخاف، ما راح تبدل لك حسابي لانه راح اجربها قبل ما انزلها في الانستغرام. اوكي اخي، ما حبي خلاص ذا الجيم، عندنا 13 كيل وباقي 30 شخص. ام بسكوب خارع يطرح اصفر. من اللي قتل الكل؟ حلو يكون هذا من هون. على كل اللي شفتوا جيم فقط بوتات، مع الاسف راح نبقى نلعب هيك حتى نوصل ليفل 8 حتى نقدر نلعب رانكد. اوكي نوصل ليفل 8 ونعاود نرجعوا من جديد. 1 hour later. Assassinato doble. Unidad en enfriamiento. Asesinato triple.
اكبر. ويسرق ويسرق تذكر دومينانتو لك ماوس. خليها تري فاقي خليها 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 خوي imparable. Habilidad en enfriamiento. No hay fama. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Racha de asesinatos. العزيز حد منه حاولي 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 راتشا دي اسسينات دخلي ريفا مضربوش 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 لا صاحبي طالي بينك طالي بينك طالي بينك بالك بالك او منه واحد طحت روطار طح 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 وطفوك طالي بينك راتشا دي اسسيناتوس واحد من فوق في الفيت سمياز واحد فوق الدار زاب خبيت راتشا دي اس راتا لا خبر اهلي والله راني بينك 4 دي اول راتشا دي اسسيناتوس اي سنابك راتشا دي اسسيناتوس عندك واحد عندك واحد عندك واحد عندك واحد او كاين واحد وها ما فيه راتشا دي اسسيناتوس او واحد من هنا بس منو كذا اللي ورانا بس بس راتشا دي اسسيناتوس ورا ورا انا ما نبي كسرها 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 بلوت مش بلوت كسرها 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 بعد او فوق هنا طاح طاح واحد راتشا دي اسسيناتوس خليه ايوه شوفنا شوفنا هدي 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 لا لا راتشا دي اسسيناتوس هذا اللي ساكن مازال حي حاول الحق به خليه 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 ماشي 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 20 تنجا فاينلي 130 زادولي اوكي 14 21 قتلنا كاع الجيم وحدنا 35 كيل دينام كاع